ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا ليست موضع كرامة للإنسان. الكرامة الحقيقية للإنسان هي سلامة دينه، لا سلامة الدنيا. ولو كانت سلامة الدنيا هي من جهة الحقيقة كرامة لكان الأنبياء أغدق الناس عيشا وأوسعهم رزقا وأبسطهم يدا في ذلك وأوسعهم ملكا وأبعد الناس عن الأذى والمرض والمصائب والهموم والأحزان التي تلحق البشر وتكدر عليهم صفوهم. ولكن الله سبحانه وتعالى ألحق بأنبيائه نصيبا من ذلك وافرا لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى يتفاوت الأنبياء في ذلك، بل جعل الله منزلة الأنبياء بقدر البلاء. لهذا نرى أن الله جل وعلا جعل أنبياء وجعل رسل وجعل من رسله أولي عزم، وجعل سيد أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه إمام في النبوة وفي الرسالة وفي الولاية والعبادة، وإمام في جانب الابتلاء، وإمام في الصبر عليه. ولكن الموضع الاختبار ليس بنزول البلاء، هناك من يقتل ومن يحرق ومن يغرق ومن يرد من جبل أو شاهق أو غير ذلك، بل يدفن حيا يحصل له من الابتلاءات ربما لم تحصل من جهة نوعها وجنسها لأحد من الأنبياء. ولكن المراد فيما يقابل ذلك الثبات والصبر، لأن الإنسان لا يؤجر على البلاء وإنما يؤجر على الصبر عليه.